أنعمنا من الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وافتح لنا يا ربنا فتوح العارفين بك سبحانك قلت في كتابك ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللهم ارزقنا صدق أبي بكر وعدل عمر وحياء عثمان وعلم علي وتلاوة أبي وقوة خالد وزهد أبي ذر وفقه ابن عباس وقضاء معاذ وسخاء بن عوف وفراسة عمرو بن العاص وصبر عمار وحكمة أبي هريرة وفصاحة حسان وأمانة بن اليمان ووفاء أبي عبيدة وحلاوة صوت بلال وحلاوة صوت بلال وارزقنا شجاعة حمزة وإيمان الصحابة والتابعين اللهم اجعلنا مثلهم اللهم اجعلنا مثلهم واحشرنا في زمرتك ومتعنا بسيرتك وأحينا بذكراك نسألك يا ربنا حبك نسألك يا ربنا حبك وحب نبيك وحب الصحابة والتابعين اللهم اجمعنا معهم في أعلى مقام وارزقنا يا ربنا في جوارهم حسن الختام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أسألك يا ربنا باسمك الأعظم إذا دعيت به أناك وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استرحمت به رحمتنا وإذا استفرجت به فرجت عنا يا حنان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم جنبنا مضلات الفتن
واعصمنا من المحن، واغفر لنا ذنوبنا في السر والعلن، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لشبابنا في الأرض ويسر لهم أسباب الخيرات، واحفظهم في أرضهم وغربتهم من الشرور المحدثات، وزدهم بسطة في العلم والجسم وقوة في الطاعات، وارزقهم حكمة في الدين وإخلاصا في العبادات، وافتح لهم أبواب العلم ولدعائهم أبواب السماوات، وفك كربهم وعسرهم وعجل لهم بالبركات، وحصن فروجهم بالصالحات، ونجهم من فتنة الشهوات ونجهم من فتنة الشهوات. يا رفيع الدرجات، يا ذا الطول والعطاء، اجعل نساءنا مثل النساء الأربع الكاملات، وحبب لهن الإيمان وقيام الليل في الخلوات، واحفظ لسانهن عن اللغو وميل الكلمات، واحفظ لسانهن عن اللغو وميل الكلمات، واحفظ لسانهن عن اللغو وميل الكلمات، واملأ أرحامهن بالماء الحلال وصالح الذريات، وزدهن علما وفقها في العبادات، وزينهن بالعفة والحياء، وزدهن علما وفقها في العبادات، وزينهن بالعفة والحياء في البيوت والطرقات، ولا تجعل منهم كاسيات عاريات مائلات مميلات، واحفظهن من فتن الشرق والغرب الهالكات المهلكات، برحمتك يا دافع البليات يا دافع البليات. يا رب يا رب يا رب يا حنان يا منان، اجعلنا ممن نال شفاعة الصيام والقرآن وفاز فيه بطهارة القلب واللسان، وممن خشعت فيه الروح والأبدان، وزينهم بالحياء والإيمان، ومن أهل اليمن والروح والريحان، وممن فاز فيه بالصلح والقربان، وممن نال بصدقاتهم الصدق والعرفان، وممن فازوا بليلة القدر والرضوان، وممن فازوا بليلة القدر والرضوان، وممن فازوا بليلة القدر والرضوان، وممن زدتهم نورا في العقل والميزان، وممن بشروا بالجنة وزحزحوا عن النيرون وممن بشروا بالجنة وزحزحوا عن النيران. يا رب يا رب يا رب, يا رب.
يجدون في الجنة حسن الجوار وحسن الجليس وحسن الحوار وصدق الحديث وصدق المنزل وحسن الأنيس. يا رب اجعلنا ممن اتبع السنة ولم يزغ عن الآيات وممن هدم البدع والمنكرات